أعدم ضابط أمازيغي ولد بالريف سنة 1938 شمال المغرب، تحديدا بقرية أفسو إقليم الناطور. إنه العقيد محمد أمقران رحمة الله عليه. تكون عسكريا في مدرسة سلاح الجو الإسباني بتوليدو، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية واكتمل تكوينه العسكري في الطيران الحربي، وكان طيارا بارعا ويتقن 7 لغات، وقائدا لقاعدة قنيطرة الجوية ونائب لقائد سلاح الجو المغربي. وللعلم هو من قاد وخطط الانقلاب العسكري سنة 1972، وأعدم عام 1973، وأقيمت له جنازة مهيبة، ودفن بمدينة سيوشاون، ودفن بجواره العقيد الوافي الجويرة. وفي سنة 1963 تزوج روز ماري هيل 24 سنة وهي أستاذة الألمانية، التقى بها في باريس ووظفها كمسؤول عن المكتبة في القاعدة الأمريكية بالقنيطرة، وغيرت اسمها إلى ملكة أمقران بعد إعلان إسلامها، وأنجبوا طفلين، ولد رشيد في سنة 3 فبراير 1964، وولدت سيمينا في سنة 1965 وبالضبط في 26 فبراير. هاد الصورة اللي كتشوف وحدكم هي جلسة تحضيرية للانقلاب العسكري سنة 1972، بحيث يظهر القائد الجيش ووزير الدفاع الجنرال محمد أفقير يخطط العملية مع النائب قائد سلاح الجو المغربي العقيد محمد أمقران. أيام قليلة بعد هذا الشماع تم الانقلاب. طبعا النهاية في راسكم، الانقلاب فشل، وطبعا حسن الثاني ينجو بإعجوبة من هذا الانقلاب. كيف ما قلنا، النهاية ديال محمد أمقران كانت معروفة وكل شي عرفها، ولكن احنا في هذا الفيديو ما غنركزوش على شنو دار محمد أمقران، غنركزو على العائلة ديالو اللي هي الزوجة ديالو والأبناء ديالو رشيد وياسمينة، وغنقربكم أكثر كيفاش كانوا كيعيشوا وبعض الصور الحصرية. نتمنى ديروا الاشتراك في القناة، ما تنسوناش الدعم ديكم بلايك. روز ماري هيل وهي أستاذة الألمانية، التقى بها محمد أمقران في باريس ووظفها كمسؤولة على المكتبة في القاعدة الأمريكية بالقنيطرة. أقامت السيدة روز ماري هيل بصفة دائمة بالمغرب لمدة 10 سنوات، وعندما عادت إلى ألمانيا بعد أحداث 6 أغسطس 1972 كان عمرها آنذاك 34 سنة، واعترضتها صعوبات للحصول على العمل، مما اضطرت لمتابعة الدراسة لمدة 4 سنوات من أجل الحصول على الشهادة اللي كتخول لها يعني تلقى خدمة ولا عمل. ولم يتسنى لها ذلك إلا عندما بلغت سن 40، وفي سنة 1979 أصدرت كتابا باللغة الألمانية واللي العنوان ديالو مكانة المرأة في الإسلام المعاصر. رشيد أمقران ابن محمد أمقران ولد سنة 1964، والتحق رشيد بالديار الألمانية رفقة أمه مليكة وأخته ياسمينة في 1972 بعد انقلاب الفاشل ضد الملك حسن الثاني، اللي شارك فيه الوالد ديالو الكولونيل محمد أمقران وكان كيبلغ من العمر آنذاك 8 سنوات. رشيد أمقران أصبح من أبرز مهندسي الفضاء في ألمانيا بصفة خاصة والعالم بصفة عامة. ياسمينة أمقران ولدت في 1965 في 26 فبراير، والتحقت بالديار الألمانية رفقة أمها مليكة وأخيها رشيد عام 1972 بعد انقلاب الفاشل ضد الحسن الثاني اللي شارك فيه والدها الكولونيل محمد أمقرة، وكانت كتبلغ من العمر آنذاك 7 سنوات. استطاعت أن تتفوق في مسارها الدراسي بالجامعة وأصبحت من أبرز مهندسين معماريين في ألمانيا، وهي تدير أحد مكاتب شركة العملاقة في التعمير.